ابتدى بتع القصيد اللي ينام اسمن يقوله والقصيد الجزل يزهى فالرجال صاروا في حفل ياسر رفيع قدر عنوان الرجولة ما نجيب إلا البيوت النادرة والجوهرية ابتدى بتع القصيد اللي ينام اسمن يقوله والقصيد الجزل يزهى فالرجال صاروا في حفل ياسر رفيع قدر ساعتها طولة ليلة من طيب راعيها بها الفرحة هنية ألف مبروك الزياسر والسعد جله ينولة يا عسى التوفيق طالب يا عسى سنين مدية يا هذا ياسر شيخ جيله حاز طيبة موصولة عرب الجدين من نسل الرجال جلال أبي الكريم ابن الكريم اللي ينوم اسفي فعولة حافظ صيته بالمراجل والفعول جاهدية نسل شيخ في سنام المجد له صوله وجوله وافتخر يا ياسر بربك كان العز وسحوله والله ان جمرة عرب مجد رفيع من يطوله لابت تاريخها مشهود ما بين البريه ابتدى بتع القصيد اللي ينوم اسمن يقوله والقصيد الجزل يزهر فالرجال الصير في حفل ياسر رفيع القدر عنوان الرجوله ياسر والسعد جله ينوله يا عسى التوفيق فاله يا عسى سنينه مدية يا هذا ياسر شيخ جيله حاز طيبه موصوله عرب الجدين من نسل الرجال جلال أبي الكريم ابن الكريم اللي ينوم اسفي فعوله طاب صيته بالمراجل والفعول الجريدية كل جديد نسل شيخ في سنام المجد له صوله وجوله وافتخر يا ياسر بربعك للعز وزحوله والله ان جمرة عرب مجد رفيع كل جديد يطوله ثابت تاريخه مشهود ما بين البنية في استديوهات